معلولة، مدينة سورية تقع في شمال شرق دمشق على بعد حوالي 56 كيلومتر، اسمها يعني المدخل بحسب اللغة الآرامية. تشتهر بوجود معالم دينية مقدسة ومعالم قديمة هامة يعود تاريخها للقرن العاشر قبل الميلاد، كما أن السكان لا يزالون يتكلمون باللغة الآرامية. تحتوي معلولة على معالم تاريخية متفردة، أهمها الأديرة والكنائس والممرات الصخرية، وعلى أثار دينية قديمة وهامة، أهمها كنيسة بيزنطية قديمة وأضرحة بيزنطية منحوتة في الصخر في قلب الجبل، كما يوجد فيها دير مارتقلة البطريركي. تتميز بيوت معلولة بارتفاع بعضها فوق بعض بطبقات، بحيث لا تعلو الطبقة الواحدة منها أكثر من ارتفاع بيت واحد، لتتحول بذلك سطوح المنازل إلى أروقة ومعابر لما فوقها من بيوت لتكون ذات طابع مميز. هذه المدينة الروحانية تزدحم بزوارها في المناسبات والأعياد الدينية، ورغم كل الظروف بقيت بوصلة السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.